يلا حيو شوفون شبه شوف البطن يا اخواني. وشوفوا هنا عندي مشكلة تنفسية وجيوب أنفية وكياس هواء سفلية، مريض التنفس يطير. شوفون يا اخواني، اي طير مريض لما تودون عند عيادة مريض قولوا لو سمحت جزاك الله خير غر الطير، سوي له وجبة. اذا كان الطير ما ياكل تعطيه علاج الا ما شاء الله يطيب، لابد من التغذية. قل له حبيبي الفاضل الطير لازم ياكل، ممكن تحطه من برا الطير ما يقبله، غر من جوا اذا انت ماهر، ما انت ماهر لا تجازف. الطير تساعده من المضاد، وهنا مثل ما تشوفون مقفل، شوفوا ما يخترق هنا مقفل. فوشوا يا اخواني نتركه لما يطيب الطير، بعد ان شاء الله عقبها يصير له تنظيف. لما ايش؟ لما يعتق. في واحد زار الطير، جاء ودى الطير عند واحد، قال ليش الحين تودي عند فلان ومدري ايش، ليش توديه عند العياده ياخذون فلوس؟ وسوى له الطير وهو تعبان مريض وصار عنده نزيف. فيوم وداه وخلص مع الطير صار الطير ماش تعبان جدا. قلت له اول شيء توديه عند البيطري وتقول له عالج المشكله التنفسيه وبعدين تعالج الخراج، لان عنده انسداد هنا. لما يطيب الطير ويعاتق اموره هاك الوقت تزين وتعالجه، لان ما ابغى الطير يصير مستصح. اعطينا وجبه رجعوا للقفص يمشي ان شاء الله علاج، وابعدوا عن مجاري الهواء، يعني ابعد عن الدرايش عن البيبان. وهاليومين خصوصا الطير لا صار مريض لا تروشه، يمكن يرفع هواء بدون ما تدري عنه.